اتولد في 1906، يعني وهو عنده 1912 كان عنده 6 سنين، دخل حفظ القرآن والتعليم العادي جدا، ثم وصل إلى القاهرة ليلتحق بكلية دار العلوم، ويتخرج من كلية دار العلوم سنة 1933، ويتعلم ويتعين على طول في وزارة المعارف اللي هي التعليم دلوقتي، ويشتغل في مكتب وزير التربية، مكتب وزير المعارف، في وقت كان فيه اللي بيتعلم بيشتغل مباشرة. اشتغل موظف شوية، وبعدين بدأ له مقالات ونشاط أدبي كبير جدا، بيكتب في كل المجلات، وحتى أصبح مشهور إن هو ناقد أدبي، يستطيع إن هو بمقال يرفع أديب، وبمقال ينزل أديب، بمقال يصنع شاب في مقتبل العمر، وبمقال يخسف به الأرض. وهو كان موظف في وزارة المعارف، لكن كان قلمه شديد الخطورة، وكان آراؤه آراء عميقة لم يكن سطحيا في يوم ما، حتى انه بدأ يكتب في السياسة، يعارض الملك ويتهكم على الحكومة، وكان هو بينتمي بشكل او بآخر الى حزب الوفد، ثم الحركة السعدية، ثم ترك هذا وذهب الى الإخوان. لكنه في هذه الأثناء محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء استشعر الخطر على سيد قطب، هذا الناقد الأدبي، كان معروف الناقد الأدبي في المجلات الأدبية، الذي بدأ يدخل في عالم السياسة وفي انتقاد القصر بعدما كان بيؤيده، وكان بيشعر ويكتب شعرا ويقرأ شعرا في جلالة الملك في فترة جلوسه على العرش أو في المناسبات السياسية الأخرى.